نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، القرآن والسنة هل هما من الأدلة التفصيلية أو الإجمالية؟ تفصيلية، بالنسبة للفقه هي التفصيلية، أما بالنسبة لأصول الفقه، أصول الفقه فهي إجمالية. فعلم أصول الفقه هو العلم بقواعد، هو العلم بقواعد يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الفقهية، هذا أصول الفقه، وهو يؤخذ من الأدلة الإجمالية أصول الفقه. أما الفقه فيؤخذ من الأدلة التفصيلية، كل مسألة لها دليل من الكتاب أو من السنة أو من القياس أو من الإجماع. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.